فير بلاي. رجعنا لكم من جديد في فير بلاي، متواصلين حتى للـ15، متراوحين بين الاخبار الرياضيه والتصريحات والمداخلات والضيوف بالهاتف وبين الموسيقى حتى للخمسة متاع العشرية. نستقبلوا ضيفنا الموالي في حصتنا اليوم، معنا بالهاتف السيد مهدي بتبوت الناطق الرسمي باسم نادي مستقبل الرجيش الوافد، حديثا على القسم الوطني والرابطة المحترفة الأولى. سي مهدي أهلا بك. أهلا وسهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بريدة، مرحبا بكم. مرحبا بك سي مهدي. على كل حابين نسألوك على آخر أخبار مستقبل الرجيش اليوم، حسين القابسي كان تحول للسعودية، نحب نعرفوا الأمور الفنية المستقبل كيفاش باش تكون في غياب حسين القابسي. بالفعل سي حسين القابسي مشكور جدا على المجهود اللي قام به في المرحلة السابقة، حاليا هو موجود في السعودية مع المعد البدني سي كامل الشمك، إن شاء الله بالمناسبة نتمنوا لهم التوفيق والنجاح في مهمتهم الجديدة. بالنسبة للفريق حاليا على ذمة المدرب المساعد سي شوقي الزبيدي، لكن نحن بصدد التفاوض مع سلة من المدربين، الرئيس على اتصال ببعض المدربين ومنهم حتى مدربين أجانب. إن شاء الله عندنا اجتماع ستة ذايب حول الله باش ندرس كل الملفات. الفريق قاعد يتدرب تقول تحت اشراف المدرب المساعد السيد شوقي الزبيدي، لحد هذا عندنا ماتش ريكال كونتر اتحاد نيقردان. وبالنسبه للاعبين المحافظه على الفريق بيان سور باش يقع تدعيمه ببعض اللاعبين اكيد. بالنسبه لاختياراتنا بيان سور لازم تكون مدروسه للتحضير الموسم القادم، موسم ما يستنى فينا عمل كبير جدا، لازم يكون عمل منظم بحول الله، وتكون عندنا كلمتنا باش تكون عندنا كلمتنا في الرابطه المحترفه الاولى. يوم 4 اوت ان شاء الله باش تكون العوده للتمارين بكل جديه، هذا مع العلم انه ما نشوفش نقطعوا على 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 التدريبات، ان شاء الله باش تكون ثم تدريبات خفيفه قبل. جوستومون الشواء هذا عليه سيرتو ظهر لي طويله شويه المده، معناها عوده البطوله الموسم القادم ظهر لي 3 شهور حاجه هكا، علاش الشواء نتاع انكم تكملوا مش تنقطعوا، خاصه انكم نعرفوا انتم ظهر لي مرتاح ما تحتوش لمن عارفين انكم تلعبوا مقابله البلاش. باش يكون ثم انقطاع تام وتكون جاهزيه اللاعبين ديما موجود، يكون ثم تمارين خفيفه دو تون زون تون، زيد نعاود نقول تحت اشراف المدرب المساعد حتى نرجعوا بصفه نهائيه، نرجعوا ان شاء الله يوم 4 اوت للتمارين الجديه. بالنسبه للستاف تكنيك قلت لي تلوجوا في مدرب جديد، ما كانش هذا ظهر لي الشواء من الاول، ظهر لي الشواء كان حسن القابسي باش يمشي كامل الموسم في السعوديه وبعد يرجع هكا ولا شنو تبدل؟ اي والله توا حاليا بالنسبه للسي حسن القابسي هو متواجد في السعوديه. الرئيس على اتصال بسلة من المدربين، نقول زي نقول فيهم حتى مدرب أجنبي إن شاء الله. قلت ستة ذي الهيئة المديرة تعمل الاجتماع تاعها وباش تحط الملفات هذه كلها على الطاولة باش يقع درسها بيان سور بكل تأني وبكل روية حتى نختاروا الرجل المناسب للمرحلة الجاية، ألا باش تكون زي نقول تكون تحضيراتها بكل جديه باش يكون عندنا شان في الرابطه المحترفه الاولى ان شاء الله. معناها حسين القابسي انتهت علاقته بمستقبل الرجيش نهائيا، معناها هكا؟ لا ما نجمش نجزم في الـ في الـ في الـ في, في مادام قاعدين نشوف في مدرب حسن. ايه حتى حسن القابسي معناها مطروح كان يـ كان يـ كان يـ يكمل المهمه نتاعه في السعوديه، وقبل ما نرجعوا للتمارين ينجم يكون زاد هو من بين المدربين اللي مطروحين على الطاوله بالنسبه للمستقبل الرياضي بالرجيش. معناها مش واضح الى حد الان التواجد. لا مازال مش واضح. حقيقه مازال مش واضح. نجموا نعرفوا شكون الاسامي مطروحه؟ خلينا ناخذ من عندك سكوب على الاقل. ان شاء الله نقول ان شاء الله السبت هذا بحول الله بعد الاجتماع نطرحوا بالاسماء الموجوده على طاوله الهيئة المدير المستقبليه. باهي على الاقل اجانب، شنو هي الجنسيات؟ جنسيات فرنسيه تقريبا. واحد ولا زوز؟ لا فما واحد. زفونكا نجم يكون منهم، انا قاعد نخمن يعني. لا مازلنا ما نعرفوش. واضح. لا في الحقيقة هو الرئيس هو على اتصال بهم، ونزيد نعاون نقول لك إن شاء الله الستة ذا إذا كان فما
اسماء معناها باش تكون نهائيا موجوده نفرحوا بها حول ذلك. بالنسبه للافكتيف كيفاش باش يواصل تحافظ على الافكتيف ام اللاعبيه باش تاخذ ولا كيفاش بالضبط؟ لا لا اكيد انه باش نحافظ على الافكتيف الموجود هذايا وباش يقع دعمه ببعض اللاعبين اكيد و ثم حتى واحد حتى ملاعبي باش يخرج من الفريق. الملاعب اللي كثر عليه كلام مالك البلعابي نجم يقعد نجم يخرج كيفاش؟ مالك البلعابي على ذمة المستقبل الرياضي بالرجيش وحنا حشتنا به ومالك البلعابي ركيزة من الركائز معناها ما نجموش نسلموا فيها. خاطر هو ما عادش كان سمارت وكان ضيفنا هنا بعد الصعود وقال انه الرئيس وعدوا نتصور باش يخليه يخرج اذا كان لقى عرض مناسب. هو حاليا الأكيد أنه حاليا مفهم حتى لاعب سوف يغادر المستقبل الرياضي بالرجيش. الانتدابات شنين المراكز اللي تنوي ودعموها إن شاء الله؟ والله تو دو بون من المدرب شنو يحب فوالا الإدارة الفنية شنو تحب وإحنا نكونوا معناها باش نلبيو طلباتها. هي أكيد عندكم فكرة على لي بوست ولا مزلتوا؟ والله مازلنا شوية لي بوست مازلنا شوية. ما أنا قلت لك هذا العمل الإدارة الفنية وإن شاء الله نلبوا له الحاجيات نتاعها. باخر سؤال يا سي مهدي نكمل معاك، ستاج نتاع الجامعة باش يقبلوا مستقبل رجيف باش تمشوا للستاج في المستير؟ ستاج في المستير والله ما زلت بالحقيقة ما عنديش حتى علم وإذا كان الهيئة المديرة رأت أنه باش نمشوا للستاج نمشيوا علاش ما نمشيوش. واضح، يعطيك الصحة، شكرا لك السيد مهدي بتبوت الناطق باسم الهيئة مدير مستقبل رجيش على كل هذه التفاصيل. موزيكا وبعد مواصلين في فير بلاي حتى للخمسة.